اللي الله يرزقه طير ويصيد ينزلوا يحذروا على المكاتب، في مكاتب بالطبقه بالرقه بالقامش اللي فيه مكاتب تشتري الصقور وتطلعها برا، وين عاد الله اعلم تبيعها للخليج او واسعار الصقور مشكله، يعني تبتدي من ال 100,000 ليره سوري لحتى ال 50 مليون او اكثر. أنا الصقار إبراهيم فريح العبيد من مدينة غرانيج، أمارس مهنة صيد الصقور منذ سنوات. طبعاً موسم الصقور يبتدي من بداية 9 نهاية 11 بداية 12. طبعاً إحنا إن الفرصة هذه إن الله رزقنا نمارس مهنتنا بطريقة الباشق واللي يسمونه طبعا العوسج، وعن طريقة القبة وعن طريقة الكوخ، وإلا طبعا الصيد له طرق عدة يعني، وكل قانوص له طريقة مميزة. طبعا بداية الصقور المهاجرة، الصقور المهاجرة تهاجر من بداية 9 يعني حوالي تقريبا 12 شهر 12، وبل 2011 الحمد لله الله رزقنا طير وصدناه وبعناه، ومن ذاك التاريخ للتاريخ هذا لحد الآن ما إجانا شيء. نبعد عن المدينة، مدينة غرانيج نبعد يعني ما يقارب 20-15 كيلو متر بالحدود، يعني ما بمقاس نطلع من المدينة على البادية. يميز الطير جماله وشراسته ونوعه، أنواع الصغور بي شاهين بي قوسية بي فرخ قوسية بي جرناس بي أشكال، طبعا أنواع الطيور هذه ما تقدر تحددها، هذا هو اللي يميز سعر الطير. طبعا شاءت الأقدار الحمد لله أنه الأخوة الصحفيين والإعلاميين الله يجزاهم الخير، يعني هاي ثاني مقابلة أو ثالث مقابلة يجون علينا على البادية وتعبانين الله يجزاهم الخير، يريدون يكشفون عن أنواع الصيد وأنواع الصقور، وبي بعض الناس تعلق تعليقات على الصقارين والقوانيص على انه يطلقون نار على الطيور وكذا وبواريد الصيد، احنا ما نستعمل البواريد بنوب، يعني استعمالنا هو الباشق والمراعي والجربوع والفري والعصفور، وهذا استعمالنا للطيور.